الحصول على جسم رشيق وقوام ممشوق هو حلم كل شخص خاصة السيدات، إلا أن الحصول على هذا الجسم يتطلب مجهوداً وأموالاً. جميلة هي سيدة جعلت من خسرة الوزن أولوية في حياتها وجاءت للتسجيل في المسابقة التي تنظمها شركة إدمارك للمكملات الغذائية تحت شعار لوز توين. أنا سمعت بلوز توين وعجبني الحال، شفتهم نجحوا فيها وعجبني صافي بليزير، ومع لو بوا تاعي وكامل مادا بيا نشيان ونولي كيما هما، مادا بيا نحق أمه 70 باش ندخل لستوين. أنا حابة ندخل لستوين 70 كيلو، باش من 70 نزيد تحدين نحق أمه 60 كيلو 63. برنامج خاص يخضع له المتسابقون لتحقيق الهدف المنشود. البروغرام اللي نعطيه لهم عنده يقدر يجي ربع ساعة، ومن بعد يدي موفمون سبيسيال خاص اللي باش يطيح الميزان. الاستمرارية هذا لازم يكون عنده استمرارية، كم يكونش عنده استمرارية يعاود يدير شوتي. أول شرط أنه الإنسان اللي يحب يسجل فيها يكون عنده مينيموم وزن زائد 8 كيلو فما فوق، ويدخل معنا يسجل نديروا له ان فورمولير ايتو. والشرط الثاني هو انه ياخذ حقيبه التخسيس تاع ادمارك باش نبينوا للناس باللي هاد المنتجات اللي راك واحد تستعملوهم بالاضافه الى برنامج غذائي صحي مدروس بيان سور من طرف اخصائيين التغذيه تاعنا، وميم طون عندنا لي سيونس تاع سبور شاك فوا يتلاقاو فيهم كل المشاركين ويديروا سبور مع بعضهم، وهكذا الناس اللي تكون شاركت معنا راح تكون مثال وقدوه للناس واحد اخرين حابين ينقصوا في الوزن وخايفين. رحلة القضاء على الكيلوغرامات الزائدة قد تكون من بين اصعب التحديات في الحياة، الا ان النتائج تستحق العناء.